الى حد الناس بالنسبه لنا احنا فرصه مثلا نحاولوا كل عام ان شاء الله نكونوا تنظموا في هذه المحاضرين حيث هو بالنسبه لنا احنا المعارض تيمكن لنا واحد الفرصه اللي تيمكن تكون الملتقى مع جميع الى حد جميع المناطق هذا بالنظر للمجهودات الجباره التي تقوم بها الناس وزارة الفلاحة والناس اللي صارين على تنظيم ديال المعرض دونك حنا ما تيوسعنا غير نكونوا ان شاء الله حاضرين هنايا حنا باش نستافدوا من هذه الفرصة هذه الشركة ديالنا تتحاول تجيب اللي هي شركة حنا تنعتمدوا فيها الأطور ديالنا حنا عندنا أطور عندنا مهندسين عندنا تقنيين فلاحيين الناس ديال الطوبين اللي ضابطين الطوبين تيعرفوا النظام الفلاحي في المغرب شنو تيحتاج تنحاولوا نقلبوا على شركاء اوروبيين اللي تنجيبوا عندهم الالات الفلاحيه والصفات الفلاحيه ديالهم اللي تيسوقوا التطلعات ديال الفلاح في المغرب وديال التطلعات ديال السياسه في المغرب في اطار ديال المغرب الاخضر دونك حنا حاولنا درنا دراسات وشفنا جميع الالات اللي تحتاجها الفلاحه كلها تنجيبوها على حاضره تنحاولوا باش نستقبلوا الفلاحه ديالنا والبروديو ديالنا عندنا عروض اللي هي تكون عروض مغريه نعطيكم كمثال حنا بجميع الجرارات اللي عندنا سواء الالات التنفيذية تنعطيو الاختيار الفلاح عند شراء جرار عنده اله فلاحيه تيديها مجانا عند كل جرار وما بقيناش حنا نخسرو اله وحده حنا درنا كاع الالات اللي يمكن يخدموا بالنسبه لنا حنايا المعرض وبالنسبه للمغرب كامل تنجيبوا الالات اللي يقدروا يخدموا في جميع الجهات ديال المغرب حيت كاينه الات تخدم في هذه الجهه وما تخدمش في الجهه الاخرى حنا تنعطيو اختيار الفلاح ياخذ الاله اللي يبغى مجانا عند شراء جرار وكاينين تخفيضات اللي مهمه جدا جدا اللي حنا دايرينها الى قارنا مع العروض ديالنا قبل من المعرض تنحاول حنا نغتنموا هذه الفرصه هذه باش تنديروا عروض كبيره للفلاحه باش يمكن يستافدوا فيها الفلاحه هذا الشيء حنا تنديروا وبشراكه مع الموردين ديالنا الناس اللي تنجيبوا عندهم سواء من فرنسا ولا من اسبانيا ولا من تركيا حنا تنحاولوا نبينوا لهم الاهميه ديال المعرض الدولي للفلاحه تنوريهم الاهميه ديالو حتى هما تيولوا تيشاركوا حنا تنحاولوا نوصلوا لهم واحد الصوره بان المعرض الدولي راه ولات عنده ابعاد دوليه سيرتو افريقيا بالنسبه لهم هما حتى هو ولا المعرض الدولي بقى عندهم فرصه باش يبينوا لي برودوي ديالهم ماشي غير للمغاربه للجميع تولي عندهم فرصه عند جميع الناس اللي تشتغل في قطاع الفلاح في العالم كامل دونك هو تيولي كيف تنقولوا ان فيتخي بالنسبه لهذا لي فوريسيون حنا الحمد لله هذه السنه هذه الحمد لله التنظيم زعما تنظيم ما عندنا ما نقولوا فيه تبارك الله الناس ديال السيام ديال المعرض الدولي ولا تبارك الله اكسبيريونس كبيره بالنسبه لي حنا تنديروا بزاف المعارض ديال لا ديال فرنسا لا ديال المانيا لا ديال الحمد لله نقدر انا نجزم بان الجوده ديال المعارض جوده التنظيم راه حنا كلنا تنضاحيو الدول الاوروبيه تنتمناو ان شاء الله هادشي يستمر سيرتو مع الرعايه ديال صاحب الجلاله الله يسرهم وهادشي غادي يزيد غير قدام مزيان لينا الفلاح ومزيان البلاد